الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عصام الطرس، رئيس جمعية نصر النواصر الرياضي، فاعل جمعوي بجامعة النواصر. كنتمنوا إن شاء الله من هذا التنصيب الجديد ديال رجال السلطة أننا نديروا يد في يد إن شاء الله الرحمن الرحيم باش ننميو المنطقة ديالنا ونكونوا يد باش نتعاونوا مع الجميع، لا من جهة رجال السلطة، لا من جهتنا حنا كمجتمع مدني، لا من جهة المستشارين والمنتخبين، كل شيء يد في يد باش أننا ننميو إن شاء الله المنطقة ديالنا. كما كنتمنوا أن يكون واحد التواصل بيناتنا وحسن الظن وحسن التعامل إن شاء الله باش نسيروا بالقافلة إن شاء الله القدام إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد أسدي، رئيس جمعية نجوم نواصر الرياضية. اليوم حضرنا لتنصيب رجال السلطة الجدد على صعيد إقليم نواصر. كنتمنى أنه إن شاء الله تضافر الجهود ما بين المجتمع المدني إن شاء الله وهذا رجال السلطة خدمة لصالح المواطنين، وكنتمنى أن هاد رجال السلطة يفعلوا الخطاب الملكي السامي اللي كينادي بأنهم يكونوا دائما على قرب مع المواطن ومع هموم المواطن ومشاكل المواطن. فكنتمنى التوفيق إن شاء الله لهاد رجال السلطة في عملهم هذا، وكنتمنى كذلك التوفيق لرجال السلطة اللي غادروا كل واحد مشى للمنطقة اللي تعين فيها، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. بسم الله. السلام عليكم، معكم ليلى سمران، فاعلة جمعوية عن منطقة دار بوعزة ولاد أحمد بالضبط الرحمة. حضرت اليوم لحفل تنصيب رجال السلطة لمنطقة دار بوعزة. الحمد لله بحكم العمل ديالي الجمعوي اللي كنتعاملوا مع السلطة المحلية، كان التعامل ديال رجال السلطة كلهم اللي دازوا عندنا في المنطقة تعامل مزيان، تعامل حسن، كيوفروا لنا أي حاجة طلبناها إلا وكتوفر، ما كانش عندنا صعوبات معاهم نهائيا. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الناس اللي مشاو الله يوفقهم، الله يسهل عليهم، وكنتمنوا لهم التوفيق وعمل موفق ان شاء الله. وكنتمنوا في رجال السلطه اللي غي يلتحقوا ان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا ويكونوا في المستوى اللي بغينا. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد السمراوي، فاعل جمعوي ولا اقتدار الحال نقول لك مدير مهرجان ربيع الرحمن اللي صبح اليوم عنده اسم هو جمعية موازير الرحمن المهرجان الثقافي. كنمثلوا المجتمع المدني اللي وجد وفاعل اليوم كنتواجدوا بعمل تقليم النواصر في هذا الحفل ديال التنصيب ديال السلطات الترابيه، كل من القياد والبشوات وكتاب عامون. جد مسرورين بهذا التنصيب اليوم كمجتمع مدني. الابواب ديالنا مفتوحه، كل واحد من موقعه ديالو سواء ما هو ثقافي وما هو اجتماعي وما رياضي، غنمدوا يد العون لجميع القياد اللي تنصبوا اليوم خصوص منطقه ديال الرحمه. كما اشرت الفكره انه كانوا معنا قياد كمحسين بغداد اللي الان غيتواجد ربما في العيون واشتغل معنا في جميع المهرجانات في جميع العمل الجمعوي الثقافي والرياضي. كنتمنوا لهم جميعا مسيره موفقه. الخطاب اللي قال السيد العامل السي عبد الشاطر انه هو تقريب الاداره من المواطن، كتعرف المواطن كيعيش مشاكل كثيره بالخصوص هناك بنيه تحتيه اللي مازال ما كملاتش. نتمناو من القياد بغير مشاو القياد حتى رؤساء الجماعات اعوان السلطه وكل واحد موقع ديالو باش نكونوا ان شاء الله يد في يد باش نشتغلوا باش ننميو هذه المنطقه. الحمد لله المغرب ديالنا المغرب بلد معروف، بلد استثناء، معروف بلد الامن والسلم والسلام بفضل امير المؤمنين صاحب الجلاله نصر الله واياده. وهنا كنشوفوا السياسه الخارجيه ناجحين فيها 100%، بقات ما هو داخلي عندنا ممكن نسهروا كل واحد الموقع ديالو محرك. هناك عده مشاكل ثقافيه واجتماعيه ورياضيه، ولكن نتمناو من السيد عامل عمل تقليم النواصر والسلطه الاوروبيه باش نمدوا يد العون كمجتمع مدني اللي هو فاعل وجاد، وعندنا الحمد لله مجتمع جاد منطقة الرحمة اللي عطى الشيء الكثير وبرهن في جميع التظاهرات سواء الوطنية أو الدينية برهن على من هذا الموقع. كنشكروا السيد أريري الصحفي والمدير المقتدر ديال جريدة الوطن اللي ضحى بالغالي والنفيس من أجل السلطة الرابعة اللي هي الصحافة،
والمكتب التنفيذي ديالو اللي معاه ورعاة التحرير وكل واحد من المراسلين ديالو كنتمنوا النجاح والتوفيق. وكتبقى جريده تي في انفاس موقع تواصلي جاد وفاعل. نتمنى لكم النجاح والتوفيق وشكرا.